نشوفوا اليوم الصفحة 10 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي، نتابع الدرس ديال الأعداد من 0 إلى 993 في الحصة الرابعة استثمر. ولاحظوا عدد المئات والعشرات والوحدات، ديما في أي عدد كنبداو بالوحدات. شحال عندنا الوحدات؟ يعني شحال مكعب؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة ديال الوحدات. هنا شحال من القضيب؟ القضيب كيمثل 10، واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة ديال العشرات. وشحال عندنا من 100؟ صفيحة الأولى، ثم تابع الثانية، ثم تابع الثالثة، إذا ثلاثة ديال المئات. إذا هذا العدد هو 335. كما كنقول لكم بأن المئات كنقول لها العدد ونقول لها موراه المئات، مثلا 300، 400، 500، 600، 700. هذا العدد ديال الوحدات كيتذكر عادي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. والعشرات ديما كتسمع فيها ديك إن، مثلا 20، 30، 40. إذا 300 كتسمع 300 وخمسة وثلاثين، فهمت؟ ندوزو للتمرين الثاني. قال لك اكتب قيمات كل رقم. عندنا هنا هذا رقم ديال الوحدات، هو خمسة، القيمة ديالو خمسة، هذا كنقولو خمسة المكعبات فيه. العشرات ثلاثة، يعني شحال فيها من مكعب؟ كاع 30، 30 وحدة. هذا سبعة في المئات، إذا شحال مكعب؟ سبعة ديال المئات، 700، هي 735. واضح؟ نمر الآن للتمرين رقم ثلاثة. هنا التمرين الثالث، أرتب أثمنة الأجهزة من أرخص جهاز إلى أغلى جهاز. إذا هادو واحد الأجهزة، هاد الثمن ديالهم معلق الفوق، غنشوفو الرخيص فيهم كاع فين غنحطوه، واش غنحطوه هنا ولا غنحطوه هنا. إذا ديما خصك تعرف شنو هو هذا الرمز. هذا الرمز تخيلو بحال شي تمساح، هذا الفم ديال التمساح، وكيتحل عند الحاجة الكبيرة. هو التمساح كيبغي ياكل الحاجة الكبيرة، كيغلف فمو بزاف. إذا فين هي الحاجة الكبيرة في هاد الجوج؟ هي هادي، أن التمساح سامح في هادي، عطيها مطعم وكيشوف في هادي. إذا فين هي الحاجة الصغيرة من عند نحطوها؟ نحطو الحاجة الصغيرة هنا. إذا هنا 250، هنا 875، هنا 378. ديما في المقارنة بدات تقارن من اليسار لليمين، ماشي من اليمين لليسار. إذا شنو هي الحاجة اللي كبيرة؟ واش المئات ولا الوحدات؟ هي المئات. إذا غنقارنو غير المئات، شوفوا شكون الكبير في المئات وشكون الصغير. هنا كنقلبوا على الصغير، إذا شكون الصغير في المئات؟ هنا 3 المئوات، هنا عندك 8 المئات، هنا عندك 2 المئات. ما نشوفوش في الأرقام الأخرى، اللي كيهمنا هو المئات، لأن المئات هي اللي كبيرة. فينا هي الصغيرة في المئات؟ هي هذه. إذا هذا هو الرقم الصغير، هذا هو الجهاز اللي رخيص، 250 درهم. شنو تابعه؟ الجهاز اللي تابعه رخيص هو هذا المكواس، 378 درهم. شنو اللي تابع الجهاز الاغلى كاع؟ هو هذا 875 درهم. شنو لاحظتوا دابا؟ لاحظتوا بانني ما ديتهاش كاع في الارقام العشرات ولا الوحدات، ديتها غير في المئات، فهمت؟ بحال شي واحد خوك كيجي كيكون عاطيك في العيد شي 100 درهم، وكيجيك عليك الصرف بزاف، وكيقول قارن تبادلوا هادو بزاف، وانت عندك غير وحده. قول له لا، كل حاجه القيمه ديالها. المئات راه واخا يكون عندك 99 درهم، راه ماشي بحال 100 وحده، ورقه واحده ديال 100. اذا ديما ملي كنجي نقارنوا كنقارنوا المئات، يعني بدا من اليسار. كانوا الالاف نقارنوا من الالاف، كان عشرات الالاف نقارنوا من عشرات الالاف. اذا ديما بدا من اليسار في المقارنه. ندوزو التمرين رقم 4. قال لك اكملوا ملء الجدول. هذا الجدول هذا بحال في المثال اللي عندنا في الاول، نكملوه. كل بلاصه داير لك كل سطر داير لك واحد الخانه والاخرين ناقص، ما تكملهم انت. مثلا هنا هذه هي كامله 354، لفككنا العدد كيعطينا 300 زائد 50 زائد 4، كتقول 4 الوحدات و5 العشرات و3 المئات، وكتكتب العدد والارقام كما هو. ندوزو لهذه، ياك 6 الوحدات و8 العشرات و5 المئات. 6 الوحدات و8 العشرات و5، اذا المئات هي 500 زائد شحال ديال العشرات؟ 8، يعني 80. شحال الوحدات زائد 6؟ من عند نقدر نقراوها مجموعة نقولوا 586، 586. واضح؟ هنا غنكتبوها عادية، 586. ندوزو لهاد العدد هذا، 700 زائد 90 زائد 2، إذا 792، 792. هنا شحال ديال الوحدات؟ جوج وحدات. شحال العشرات؟ تسعة عشرات.
وشحال ديال المئات؟ 7 ديال المئات، وسبع مئات. عدد كامل هو 792. طبعا ندوزو اللي تحتها، 165، يعني ها 100 وحدة زائد 60 زائد 5، شحال ديال الوحدات؟ 5 وحدات. العشرات شحال؟ 6 عشرات وست عشرات، والمئات هو 101. شحال المجموع؟ هي 165. واضح؟ نزول التمرين رقم 5. بغيتكم تركزوا معي في هذا السؤال رقم 5 لان فيه شويه ديال الذكاء. استعملوا الارقام 1 و2 و3، يعني ما تستعملش من غير هذه الارقام هذو، واكون كل الاعداد من 3 ارقام وارتبها من الاصغر الى الاكبر. دابا الطريقه اللي قلت لكم قبيله، يعني ديما الحاجه اللي في الاسم هي الحاجه الكبار، ديما كنبداو نقارنوا كما قلت لكم قبيله، كنقارنوا من المئات ثم العشرات ثم عاد الوحدات. اذا انا بغيت شي رقم كبير في هذا، اذا عندي له الرقم كبير فيهم هو اللي في المئات، ثم بقات لي عجوج الواحد رقم كبير ثاني نديروه في العشرات، والرقم اللي خلي بقى نديروه في الوحدات. اذا ما تلقاليش شي رقم كبار من هذا، وخطير ما تلقاش شي رقم كبار من 321 مكون من هاد ثلاثه الارقام. واضح؟ اذا دابا ندوزو شنو قلنا، قال لك من الاصغر الى الاكبر، اذا ما نبداش من بهاد 321، اذا نبدا من الصغير، نسيت من الاكبر الى الاصغر، اذا ما نبداش بهذا. لو غير شي واحد صغير كاع نبدا بالصغير كاع في المئات، واحد، والصغير كاع في العشرات، ما نديروش ما نديرش ثلاثه في العشرات، خليها هي الاخر، الصغير كاع في العشرات جوج، والصغير كاع والثلاثه ردها هي البلاصه ديال الوحدات، باش اذا هذا هو اصغر رقم، ما كاينش شي رقم صغير من هذا، وندير الرمز ديال الاصغر. شنو اللي كيتبعوا؟ صغير هو كاع اللي كيتبعوا، هنا 123، شنو اللي كبر منه؟ اذا انا بديت بالواحد، دابا نبدا بالجوج، ردها في المئات، شنو اللي عاد تبعها؟ باش نتبعها، نتبعها، الصغير كاع هو واحد، عاد كنجيب ثلاثة هي الأخرى، ثلاثة دي ما كنخليها هي الأخرى لأنها حنا كنقلبو على الصغير، ياك؟ ثم شنو غيجي موراها؟ غنبدل غير هادو المراتب ديالهم، 231، هادو غنبدلهم مع بعضياتهم. دابا بقى لي غنبدا بالثلاثة، بدا بالثلاثة ونقلب على الصغيرة فيها، ثلاثة ونقلب على الصغيرة، خصني نجيب الواحد، عاد نجيب الجوج، نحط الواحد في العشرة، وعاد نولي ندير ثلاثة ونحط الجوج. وعاد نحط الواحد، إذا عجينا ديما 321 هو الكبير، هذا اللي كنت بديت به قبيله، والصغير هو 123. هو رانا نسيت واحد الرقم هنا، نديرو تاني هنايا، هي 132 نسيتها مدرتهاش، 132 كتجي مباشرة مور 123، عاد كنجي وندير هادي 213. إذا هذا هو الترتيب ديال الأعداد.